السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة بيتي مملكة حياتي. هنعمل النهاردة ان شاء الله مع بعض السينابون كيك او كيكة القرفة. المقادير هيبقى معانا 3 بيضات ومعلقة صغيرة فانيليا، ومعانا 1/2 كوباية زبادي، 1 كوباية سكر، 1/2 كوباية زيت، 1/2 كوباية لبن، و1.5 كوباية دقيق، عليهم 1/2 معلقة صغيرة ملح، وطبعا هنحط عليهم 1 كبيرة بيكنج باودر. هنفتح الفرن بتاعنا عشان يسخن على بال ما نعمل الكيكة بتاعتنا. هنجيب الخلاط بتاعنا ونحط فيه 3 بيضات، طبعا البيض تكوني طالعاه من قبليها، يعني يكون في درجة حرارة الغرفة. هنحط عليه الفانيليا، وهنحط السكر، وهنخلط وهنرجع تاني. هحط بقى اللبن، وهحط 1/2 علبة الزبادي، وهحط كمان الزيت، وهنخلط مرة كمان. انا هنا خلطت المكونات كلها اخر مرة، هصبها بقى في طبق كبير. هنجيب هنا كده المنخل، دي 2 معلقة ملح، هحط الدقيق، هنزل بالدقيق كده، هنخله كله، حط الدقيق شوية بشوية، واخر حاجه احطها البيكنج باودر. الصينيه بتاعتي هي، احط فيها شويه زيت، واعفرها بالدقيق، هاجي هنا كده هنزل بنص الخليط، وبعدين هجيب الحشو اللي انا قلتلكوا عليه، اللي هو 2 معلقة سكر، عليهم 2 معلقة قرفة، هرشهم هنا كده في النص،
وهحط عليه بقية الخليط، بس بالراحة. هنا الكيكة كده جاهزة، انا عملت فيها اشكال كده بالمعلقة، هدخلها الفرن على 180 لمدة حوالي 35 دقيقة. احنا هنعمل صوص بقى، هنحطه فوق الكيكة ان شاء الله لما تطلع من الفرن. الصوص اللي هو صوص الجبنة، زي الصوص اللي بتحط على السنابون من فوق. معايا هنا معلقة زبدة او معلقة سمنة، هنحط عليهم 3 مثلثات جبنة نستو او جبنة مطبوخة، او 3 معالق جبنة كريمي، بس يكون مش ملهاش نكهة، يعني مثلا بالقشطة او ما يكونش شيدر او رومي. هنحط عليهم شوية لبن صغيرين، وهحطهم على البوتاجاز واقلب فيهم. واول ما تدوب الجبنه مع الزبده، هنزل عليهم بكيس اللبن البودره ده واقلب كله مع بعضه. انا عايزه الصوص يبقى يعني سميك نوعا ما، مش خفيف ميه، يبقى متماسك شويه عشان يمسك في الكيك. انا حطيت كله على النار اهو، هبتدي اقعد اقلب فيه عشان كله يدوب مع بعضه. نسيت اقولكم كمان ان هنحط معلقتين سكر كبار، هحطهم دلوقتي علشان يدوبوا. هنا الجبنة معايا ساحت خالص اهي، انا برضو مستمرة بقلب اتأكد انها دابت خالص. نحط بقى كيس اللبن البودر، كده انا شايفه ان القوامة حلو. هي ما تبرد شويه كمان هتمسك شويه، لما تبرد ولو لقيتها مسكت شويه ممكن ازودها حبه لبن صغيرين. كده الصوص بتاعنا جاهز، مستنيين الكيكة تطلع من الفرن ان شاء الله ونصب عليها. اهي الكيكة بتاعتنا طلعت من الفرن، هنستنى عليها شوية تبرد بعد كده نحط عليها الصوص. الكيكة خلاص بردت، هنحط عليها الصوص بتاعنا. هو تقل شوية وانا زودته شوية لبن بحيث ان عايزة القوام بتاعه يبقى كده بالظبط.
كده الكيكة جاهزة خلاص وزوقناها. يا رب يا بنات الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ولو عجبكم يا ريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل اللي انا بعمله. والسلام عليكم.